بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم، تقبل الله صلاتكم وصيامكم وجعل أيامكم إن شاء الله تعالى طاعات وأفراح ومسرات ببركة محمد وآل محمد. تعلمون أعزائي، إذا مات الإنسان وفي ذمته قضاء شهر رمضان، في بعض الأحيان يحصل أن الإنسان في ذمته قضاء شهر رمضان ومات. هنا في هذه الحالة ماذا تفعل؟ ماذا الورثة ماذا تفعل حتى تبرئ ذمة هذا الإنسان الميت؟ نعم، في بعض الأحيان يأتون يدفعون عنه الصيام ويدفعون عنه الصيام، أو يصومونهم كورثة، أولاده أبناءه يصومون عنه، بالتالي تبرأ ذمته فيما لو يعني أتوا بالصيام بشكل صحيح. سماحة السيد، هنالك مسألة يقول: من مات وعليه قضاء شهر رمضان يكفي التصدق عن كل يوم بمد من الطعام. لطيفة هذه المسألة، طبعا تجزئ عن القضاء، تجزئ عن القضاء. فلو افترضنا أن هنالك إنسان مات ومطلوب شهر رمضان صيام كامل ما صام، يكفي أن يتصدق عنه عن كل يوم بمد. المد عبارة عن ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام، ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام يتصدق بها على الفقراء. إذا كان 30 يوم تقريبا يصير 22 كيلو من الطعام، يشيلون هذا المقدار من الحنطة من الطحين، يشيلوا يعطوا إلى عائلة فقيرة مؤمنة، ولا بأس أن يكون شخصا واحدا فقيرا يسلم هذا المقدار من الطعام. طبعا إذا سلم هذا المقدار من الطعام يعني الصدقة، الصدقة هنا تجزي وتعوض عما فاته من القضاء. الصدقة هنا في هذا المورد لمن مات وعليه قضاء شهر رمضان تجزي وتعوض عن ماذا؟ عن القضاء، بالتالي تبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل خالص الأعمال وأن يبارك لنا في الصيام والقيام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.